السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم شباب؟ رجعنا فيديو جديد وحلقة جديدة عن محاكي المزرعة. بهذا الفيديو بدنا نكمل اللي كنا عم نخطط عليه اللي هو السيليتش، رح نكمله ان شاء الله ورح نشوف ايش رح نعمل وشلون رح نظبطه كليته بهذا الفيديو. هلا خلينا نبلش بالفيديو، ليتس جو. وهي اول ما فقنا من النوم واستيقظنا زي ما يقولوا، وهلا بنروح بنشوف بنشيك على الاراضي بنشيك على كل شيء. ايش كنا عاملين هون اخر شيء؟ حلو، يمكن هاي الفاصوليه طلعت. الفاصوليه طلعت، صار بدنا نحصدها. تمام، خلينا نبعث الحصاد نشغلها على الفاصوليه. تمام، اوكي، هاي راح تجهز، بدها شويه وقت بسيط جدا. والله يمكن حتى دخلت في مرحله نهائيه لها. طيب، امس نحن وقت حطينا المشينا الماكينه اللي بترش سماد، فكان في مشكله انه ما رشت معنا. فاتوقع كانت المشكله انه كان الارض مو طالعة، فراح نجرب نرد نروح نرشها مرة تانية، مجرد تجربة يعني لا أكثر. وصحيح نشيك على الحيوانات، صرنا 3 أيام ما شيكنا على الحيوانات، تكون أمورنا لوز، بس إذا ما ظبطت أكلنا هوا صراحة. نشوف الماب شلون عم بيتسمت. اتس اوكي، شفتوا؟ لأن بالمرة الماضية وقت جينا سمدنا ما كان العشب طالع فما تسمد. تمام، هلا بدنا نروح منشيك على الارض هنيك عند السيليتش. ناخذ هاي الماكينه ونروح فيها لنشوف السيليتش صار وضعه، لانه شغلنا الارض وشغلنا كل شيء فيها. تمام، صار قولكم زبط ولا ما زبط؟ اتوقع زبط زبط. نعم، مو ظابط. في مشكلة بعناته. والله هذا الشيء فال كاتب عليه. طب طول بالك، خلينا نفتح هاي. وين ده؟ طيب، شكله لم تزبط معنا، فراح نروح الى الخطوة ب. انتم ما بتعرفوا خطوة بي، ما راح احكي لكم اشياء خطوة بي. خلي هاي بدنا نرجع نتحلوا مرة ثانية. هاي يا شيخ، على كل حال ما في مشكلة، هنا نطلع هلا وبعدين نكمل شغل فيه. ايش راح نروح نجيب؟ في ماكينة اللي هي شغلتها بتقلب العشب، اتوقع هي لازم نجيبها حتى تنحل مشكلة السيريتش. والله انا هيك شفت انه يا الله. طيب، خلينا ناخذ التريلا ننزلها بغير مكان ونحطها. طب ما انه نحن هون، خلينا نشيك على الحيوانات ونشوف الخنزير ايش وضعه، لانه اقرب شيء علينا الخنزير. بده شيء؟ والله بدنا شوية ستراي وكلينكس. مو مهم حاليا، ويتر ما في مشكلة، اتركك منه. هون كلينكس، يعني اغلبهم بدهم تنظيف بس. شويت ستري، الستري نعمله بعدين. يعني خلينا مركزين على ستيليتش. طبعا نحن حاليا في عنا مشكلة في الماكينة هاي، ما بعرف ليش وقفت. خلينا نشوف ايش مشكلته. كلك ما ضل عنده مواد. ما ضل عنده مواد مثل ما توقع. طيب، نرجع لماكينتنا مثل ما توقعت، ما ضل عنده سماد. طيب حلو، من هلا بروح اكتب له شوية سماد اعطيها. في اتوقع انه بالماكينة في سماد. في سماد. هلا خلينا نروح على ستيليتش وبعدين نطلب البيكام، ناخذ البيكام تبعنا. في عنا هون شوية سماد موجود بالبيت. تمام، استمر في طريقك. خلينا نروح نلقى الهاي الثانية، هي راح تعبى، نروح نفضيه. منين نطلع؟ خلص نطلع ساوي. ايش بدنا نزرع المحصول القادم؟ هلا هي الارض كبيرة وما بدها تعذب بهذول. لا زرعنا قطنطر، تعال شوف الاسعار، ايش هو الشيء المناسب نزرعه هلا بالارض. شوف القمح سعره بال 750، والله سعره حلو. هون سعره عادي، ما في شيء، ما في اي حدا عليه طلب حاليا. كل الاسعار عادية، بس السيليتش يا زلمة حقه غالي، ما عم نقدر نأمنه. شلون؟ ما بعرف. الوحيد السيلتش اللي عليه طلب، والباقي كله ما في عليه طلب.
طيب فاصوليا، والله الفاصوليا بتذكر وصل مرة ب 5000. بناء على ما تقدم قررت انه ازرعها اوت. الاوت ما زرعت منه ابدا، يعني سعره يعني لا بأس فيه صراحة. الاوت هذا هو انا بوصل ل 900 وتقريبا مثله مثل محصول القمح بيطلع، بس ما عليه طلب كتير عشان نكون صريحين يعني، بس يعني لا بأس. فلذلك قررنا نزرع اوت، هاي نتركها بعدين. الله غير نروح نكمل على المشروع اللي كنا رايحين نسويه تبع السيليتش، بأنه يظبطنا أمور الأرض كلها تقريبا، والحيوانات لسه بيتحملوا كمان يوم، يعني بكرة وبعد بكرة بنظبطها. يطلع لنا هدول كمان بدهم نشيل، والله في عنا شغل كبير بالأرض، والله والله ب 10 فيديوهات كفي. طيب هنا نفصل هاي هون وندخل إلى مركز بيع البضائع. ايش بدنا نشتري؟ مرحبا يا اخوي، بدنا نشتري من عندكم ماكينة نريد بيها نشتري مقلب العشب يلي هي هاي. ايوه هي، انا ما بديش اجيبها كبير لانه شغلنا بسيط جدا حيكون، فراح نكتفي طبيعة 15000. كم متر؟ والله في مترين ونص. خلينا على صغيرة، خلينا على صغيرة، ما بدي اكبر اكتر من الصغيرة، يعني حقها كله 11000، ما ينها كثير اي شيء. تمام، يعني لو كان لون ابيض كان احلى. ان شاء الله يزبط هالمرة السيليتش معنا. طب خلينا نفصل الراس هذا كمان هون، يعني ما له شغل انا هيك عندي اياه. وهي طالعنا من المعمل وحدة ثانية. تمام، هلا بنروح بنعبيها للماكينة. بس شباب بجوز حدا يسأل سؤال، انه ايش هذا تفرق معنا اذا حطينا السماد او ما حطينا فيه؟ مع اني جاوبت عليه بالفيديو الماضي، مو جاوبت عليه، انا كنت عم نجرب وفهمنا ايش قد الفرق. فرقت معنا تقريبا، يعني اذا نفرض الارض راح يطلع منها سيارتين، او بدون سماد راح يطلع منها سيارة ونص، مع السماد بصير يطلع منها سيارتين وشوي، يعني تفرق معنا تقريبا ربع الكمية. تمام، هلا خلينا نروح نكمل شغلنا بالعشب، خلينا نشوف حظنا ايش بده يساوي. طب خلينا ناخذ انا معي هاي، او اتركها اتركها. طبعا اذا ما زبطت بهي الطريقة اللي عم نحن عم نحاول فيها نسوي، بدنا نركب ماكينات تيسوي السيليتش، بس لا ان شاء الله تزبط. طبعا ايش وظيفة هاي الماكينة؟ هاي الماكينة وظيفتها تنشيف العشب. طبعا هلا في احد المراكز اعلن انه صار في عنده صعود في الاسعار، واللي هو هاد ايش في عنده اسعار طالعة؟ الجريس حلو، بيدفع 95 بالجريس، لازمه جريس كتير. قلة مي، اتوقع انه في معمل من المعامل ناقصه شي فطلب مني انه لازم اروح اعبيه، اتوقع ذلك، اتوقع ذلك، واتوقع صندوق المي فضي. طيب حلو، وصلنا الحين لهون، نفتح هاي نشوف شلون راح نشتغل فيها. ما فرق، ايوه توقع ولا فرق ولا بطيخ. ايوه اتوقع انه انا فهمت الحين ايش هو المشكله، قلت لكم لازم جايب معي التريلا. طيب في عندي حل تاني، التريلا ما نستفيد منها، خلينا ننزل هي هون، راح اخذ الكميه الصغيره واعبيها بالمخزن عندي. حلو، هاي تعبت كمان مرة ثانية، حلو نفرغها. شوف الأرض عملها ما أنا مسمدة، كل هالأرض ما طلع منها يعني ما بيطلع منها سيارتين، بس لأنها ما هي مسمدة لازم تسمد. حلو، هلا بما إنه خلصنا فصراحة يعني زي ما يقولوا أنا اندوخت من هالماكينة. هلا راح نلمه،
واروح احطه بالمخزن. شو بلمه لونه ابيض، ما بلمه لونه اخضر. فاذا اتوقع صار نص عمره، او يعني العمر تبعه صار نصه، يعني حتى يصير سلتش. شوفوا انتبهوا شو عم بلم لونه اخضر، ما بلم لونه ابيض. بلم لونه ابيض، ما بلم لونه اخضر. فاتوقع انه نجحت العملية، اتوقع ذلك. تمام. الله، نحن عبينا الكمية البسيطة هون عنا. هات لنشوف وين تنحط. اذا تنحط هون بتوقع تتخمر، اذا ما تحطت هون هو لازم تنحط هون، لان هون ماكينة التخمير هي. نب. الان بنفرغ السفتش او السلتش. السفتش اصلا قال ما هي. تذكرت حدود 4 5 آلاف كان في. طيب 10 آلاف، عفوا 10 آلاف كان في. هلا بنجي هون صفها هون، في 10 300 سفتش. حلو. طب ما بيتحمل فيها غير المادة. طيب نتركها، نترك التريلا هون، ما لها شغل اساسا معي. اتركها، اتركها، ما لها حاجة. اما هذا جيت لقيته واقع. طبعا في طريقة انك تطالعوا فيها، بس انا عندي هاي الاداة راح اورجيكم اطالعوا بايدي بس. ولكن اذا بدك تطالعوا انت بكل حال، تيجي لهون تكبس على الماكينة تبعته تعمل له ريست. تمام. بس بما اني انا عندي اداة انه قادر ارفع الاشياء الثقيلة، فلذلك راح ارفع هيك. ثاني مرة ما اطلب يا غبي، انا بدي افهم ليش طبيت اساسا. اني رحت حصدت، رحت ورجعت، سوى طريق طريق خطين، وقع. ايش هالغباء المفرط عندك. طيب نرجع لصاحبنا الاول اللي هو هاد. شوف الارض كلياتها ما حملت سيارة، ما تحملت. طبعا شباب، نحن وعدناكم من فترة طويلة انه راح نروح نبيع حليب، ونسينا نرد نروح نبيع الحليب. فاليوم فرصة صارت انه نروح نبيع حليب، وصارت وانت طلعت شيكت عليها صار في عنا 27 ألف تقريبا، وهي التريلا شيل 25 ألف. فخلينا نشيل الحليب ونروح نبيعه. طبعا الحليب منين بتشيله؟ من هون. الله، شي يدخل هاي التريلا هون. عبي حليب يا ودي، ونقدر نخليه يعبي بينما نحن نروح نسوي غير اشي. خلينا نشوف هدول الحصادات ايش عم يشتغلوا. والله هذا غلط، غلطة دخل بالارض زيادة. بس ايش دخلت هيك صرت يا مجنون؟ في شغلة انتبهت لها، مالكم ملاحظين انه هاي الماكينة ما بتستهلك بذور قد هذيك الماكينة؟ اي نقطة ثانية حبيت اني احكي فيها. تمام، الان تم تعبئة الحليب بشكل كامل. هلا بدنا نروح نفرغه وين نبيعه. ضل عنا شي 2000 لتر حليب موجود بالمعمل. طيب، مركز بيع الحليب عنا 3 اماكن. في عنا هذا السعر دفع احسن شي، قريب جدا ب 1500 تقريبا، قريب كتير من ارضي. هذاك هو المقابل الارض تماما. خلينا نطلع من هناك. ايوه، ايزي. لازطون ب 1400، ف 25 ألف شي، والله يطلع مبلغ محترم. لو بيطلع شي 40 ألف هلا شوي، مو 40، 35، 12 500، والله بيطلع رقم جيد. هلا بنشوف شو قد يعطونا. فرغ بيع بيع يا وديع بيع. شد 35 36 ألف، ممتاز، مبلغ محترم صراحة. هلا ايش نعمل؟ بنخلي نصه هيك نصه هيك، مشان ايش؟ مشان يفهم انه نص الارض محصودة من على اليسار. تمام، هيك اتوقع لازم يفهم.
ونروح كمل دربنا ونودي هذا الماء السيارة على بيت المي. تمام، وبس بيكون خلص الفيديو ان شاء الله. بالفيديو الجاي نكمل خطتنا مع السلتش ونحاول ان نضبطه للسلتش. بس بيكون خلص الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نشوفكم كل يوم فيديو جديد حلقة جديدة. ساستي، باي باي. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وادفع على خدمة الجرس علشان يوصلك كل جديدنا.